يوم الجامعة الوطنية للموظف التعليم في إطار المكتب الوطني تنظم هذا اليوم الدراسي تحت عنوان الحراك التعليمي بين دينامية النضال وسيناريوهات الحلول الممكنة. طبعا الغرض من تنظيم هذا اليوم الدراسي هو أولا تسليط الضوء على الواقع التعليمي الآن، يعني في إطار سؤال الوقت وفي إطار معادلة الاحتجاج ومعادلة التوتر والاحتقان والنضال غير المسبوق الذي تخوضه الأسرة التعليمية ونخوضه إلى جانبها كجامعة وطن موظفي التعليم في هذه اللحظة. طبعا قلت من أجل تسليط الضوء على هذا الواقع من جهة، ومن جهة أخرى من أجل بلورة والإسهام في صياغة أطروحة أو مقترحات وبدائل يمكن أن تسهم إلى جانب طبعا بدائل ومقترحات أخرى في وضع حد لهذا الاحتقان المتنامي والذي يزيد توهجا ويزيد اتساعا وامتدادا بفعل يعني التصريحات غير المسؤولة وغير المنضبطة والمستفزة لبعض مكونات وأطراف الحكومة في هذه اللحظة، في هذه اللحظة التي كان منطقة التدبير السليم ومنطقة التعاطي السليم والتعاطي الإيجابي مع هذه الديناميات النضالية التي قدمت استفتاء جماعيا رافضا لمضمون ولبنود ومقتضيات هذا النظام الأساسي. قلت في هذا الوقت الذي كان يفترض من الحكومة ومن مكوناتها ومن الوزارة الوصية أن تعتمد منطق الإنصات ومنطق الاستيعاب ومنطق التجاوب ومنطق التحليل الدقيق والموضوعي والواحد والواضح لمختلف الأعطاب ولمختلف الأسباب الحقيقية، لأن نضال اليوم ليس سببا وإنما هو نتيجة لأسباب ولعوامل سابقة. طبعا العوامل السابقة معروفة، ينبغي اللجوء إليها، تفكيكها، تحليلها، ثم من خلالها رصد الوصف والمقترحات التي يعني تفضي في نهاية المطاف إلى نقل الواقع التعليمي إلى واقع الاستقرار، إلى واقع الهدوء، إلى واقع يعني العمل داخل الأقسام، لأن الأساتذة لجأوا كما قلنا ونحن جزء من هؤلاء الأساتذة والأسرة التعليمية لجأت إلى هذا النضال المضطر. طبعا اليوم اللحظة تسائل الجميع، المسؤولية هي مسؤولية جماعية، نحن من جانبنا كجامعة وطن موظفي التعليم إسهاما في بلورة هذا الجواب الجمعي عن سؤال الأزمة وسؤال الاحتجاج الذي تعيشه الأسرة التعليمية نطرح مبادرة تقوم على أساس أولا إعادة هذا النظام الأساسي لطاولة الحوار، إعادة هذا النظام الأساسي لطاولة الحوار أولا ولطاولة التفاوض الحقيقي المتعدد الأطراف والمنفتح على كل المكونات وكل الفاعلين الحقيقيين في الساحة التعليمية، لأن الآن المد النضالي أبان على أن الفاعلين الحقيقيين في الساحة التعليمية ليسوا هم النقابات التي تحاور أو النقابات التي وقعت، وإنما هناك فاعلون حقيقيون، هناك الآن الديناميات النضالية أبانت أو قدمت يعني قدمت فاعلين يعني قدمت خيارات متقدمة جدا على تلك التي يعني يتوفر عليها هؤلاء الذين فاوضوا وحاوروا طيلة سنتين. إذا قلت رؤية الجامعة الوطنية للموظف التعليمي للحل تقوم على أساس هذه المبادرة، مبادرة تعيد النظام الأساسي إلى طاولة الحوار من أجل يعني تتمين ما فيه من نقاط مضيئة وتجاوز ثغراته وفجواته ويعني ومظاهر القصور دياله. كذلك هذه المبادرة ينبغي أن تكون مبادرة يسهم فيها كل الفاعلين أو كل الفاعلين الحقيقيين في الساحة التعليمية الذين يعني انخرطوا في الديناميات النضالية. كذلك أن هذه المبادرة ينبغي أن تقوم على مرتكز ثابت وهو الاستجابة لجوهر المطالب الحقيقية المطروحة في الساحة التعليمية لمختلف الفئات. كذلك هذه المبادرة ينبغي أن تراعي بعد الوضوح، بعد الشفافية والجدية والجرأة في طرح الحلول، وكذلك الجرأة في تلافي الهفوات والثغرات والتراجعات التي يعني جاء بها هذا النظام من قبل يعني ما جاء في جانب المهام، في جانب العقوبات التي تضمنت عقوبات إضافية على تلك المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية وهذه سابقة خطيرة. كذلك على مستوى مسألة الترقية أو يعني نمط الترقية ونظام الترقية الذي جاء الذي عدد
المتدخلين في عملية التقييم، والذي يعني أناط مسألة المردودية والأثر الذي يعتبر يعني جوهر أو مناط قياس الأداء ديال التعلمات ديال التلاميذ، أناطه بالأستاذ فقط، في حين نعلم جميعا على أن العوامل أو تمة عوامل متعددة تتدخل في بناء المردودية وفي إنتاج الفعل يعني في إنتاج يعني الجودة داخل الممارسة الصفية، منها ما هو مرتبط بالظروف التي يشتغل فيها الأستاذ، منها ما هو مرتبط بحالة استقرار، بالظروف المادية، الظروف البشرية إلى غير ذلك. وبالتالي لا ينبغي يعني هذه الأمور تحتاج إلى مراجعة. كذلك المسألة المتعلقة بالتسمية، يعني على مستوى التسمية وإدماج الأساتذة والأطر الذين فرض عليهم التعاقد، ينبغي يعني في نظرنا التنصيص على إدماجهم في إطار الوظيفة العمومية وليس في النظام الأساسي، وتجاوز مصطلح الموارد البشرية لصالح مصطلح موظفي قطاع التربية الوطنية، على مستوى تحديد ساعات العمل، على مستوى توحيد المسارات المهنية، على مستوى القطع مع بعض أشكال التمايزات والفوارق داخل هذا النظام الأساسي. إذن إجمالا يمكن القول على أن هذه المبادرة في مضمونها وفي اتجاهها ينبغي أن تتجه إلى جانب الاستجابة للملفات المطلبية المطروحة، وإلى جانب تراجع والقفز والقطع مع مظاهر القصور والخلل التي تضمنها هذا النظام الأساسي.